ألا يسأل عن تشبه بالكفار؟ تشبه بالكفار محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه بالكفار أن تتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، من أمور دينهم، فيما هو من أمور دينهم وعباداتهم، أو تتشبه بهم في كلامهم ومشيتهم وعوائدهم الخاصة بهم. أما العوائد المشتركة بينهم وبين غيرهم هذا ليس من التشبه، لكن العوائد الخاصة بهم هم أنت لا تتشبه بهم فيها. فالتشبه يشمل عباداتهم ويشمل عوائدهم الخاصة بهم. نعم.